يعيش دوما في الظل، لا يحب الأضواء، هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية ببلادنا، يفضل الهدوء ليتصفح بين نسمات الموج حقبته الزمنية، ليعزف سنفونية جميلة جمعته بعمالقة الفن الشعبي، مؤلف وملحن وفنان يدعى محمد الباجي. الفنان من مواليد العاصمة سنة 33900 من عائلة ثورية. بدايته الدراسية كانت عبر مدرسة الكشافة الإسلامية، أين تلقى علوم القرآن والقيم الوطنية. التحق بصفوف الثورة التحريرية في بداياتها الأولى، ليلقى عليه القبض ويزج به في سجون الاستعمار، أين حكم عليه بالإعدام، ولكن قضاء الله كان أقوى، وظل الباجي يدون بين دفاتره قصة الأيام، ويبدع بإلهامه قصائد شعبية دون بها اسمه في سجل العظماء بعد الاستقلال. احتك بعمالقة الفن والثقافة، لقب بصديق الأجيال كمحمد إسياخم، كاتب ياسين ومصطفى بديع، وتبقى القائمة طويلة وطويلة جدا. يحمل في رصيده الفني أكثر من 100 قصيدة في كل طبوع الأغنية الشعبية، من المديح الديني إلى القصيد العاطفي والوطني. هذا لم يمنعه من التألق في التلحين، فقدم أجمل الألحان مثل ما فعل مع المرحوم كمال مسعودي والسيدة سلوى. أفنى شبابه خدمة للفن الأصيل وحب الوطن، قنوع ذو حكمة، هو ذاك الفنان البسيط الذي قد ينصفه الزمن يوما، ويبقى رصيده الفني تحفة أزلية ستتغنى بها الأجيال بعد الأجيال. نهضر مع واحد قلت له شوف القلب، القلب يعني هو السلطان بالذات، وما كاش واحد عنده القلب كيسبع، كون جا عنده العقل ما يمشيو فوق زوج خيوط، ها ما لا قلب بلا عقل حاجه مصيبه كبيره. هنا اللي نقول باستخبار دوماج في اللعبه بسغنتها، بصح ما طلبتهاش مني من عاقبها ردتها، واستخبار ما داتوش، هو الصح هو استخبار. نقول في الجسم القلب سلطان وبالحق العقل وزيره، إذا عاد القلب ضعيف عيان المحبة والإرادة تعود لغيره، وإذا عاد العقل ظريف مزيان يتفهموا كيفاش يتزيروا. أنا شفت من بكري وزمان شحال من سلطان ووزيره ماشيين بلا مانو على بعضهم يغيروا، في هذا الزمان يعرفوا كيفاه يديروا. ويغنتها على كل حال وفيها كلمات اللي بدلتهم. أنا نقول ما عرفت كيفاش طنعتني، تبعت أنا معمور لعند الطالب لحقتني بداني بجوي وبخور، علاش طنعتني؟ لخاطر اللي خانو سعد يقول شحور بيا. والله يا سي محمد كلك إيه؟ يعني معاني وكلامك ظريف. واحد كتب حجاب 500,000، قالوا له فلان يكتبه يدو جايبه. نعم. 500,000 علقوا 5 سنين ما ربح ما والو. قطع الحجاب قال له وليدي اقرا لي يا وليدي واش كتب لي هذا هنا. في البدايه يعرف يقرا هذه الحروف، قال له راه يقول اللي هنا اللي هنا هنا روحوا، واللي طنع طنع روحوا، طالب الدابه يكسي روحوا. نظن عزيز وزرايس من الفنانين اللي ارتحت لهم سي محمد الباجي. نعم. انت قدمت له اغاني هو برز بهم على كل حال، هو النجاح اللي وصل له عزيز وزرايس. خذ الميكرو الله يخليك سي عزيز.